لدي 3 زوجات والحمد لله، ولواحدة منهن ابنة خالة لها أرغب زواجها رابعة، هل علي بأس في ذلك بالرغم من رضا هذه وتلك؟ لا بأس بأن تجمع إلى زوجاتك بنت خالتهن أو بنت عمتهن، لا بأس جمع إلى بنتي العم أو بنتي الخال أو بنتي الخالة أو بنتي العمة، لا حرج. إنما الممنوع أن تجمع بين الأختين، هذا ممنوع كما قال الله سبحانه وأن تجمع بين الأختين هذا محرم. وهكذا جمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وبنت أخيها أو بين المرأة وخالتها أو بنت أختها، هذا ممنوع. لا يجوز أن الرسول نهى عن هذا، نهى عن جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا تنكح الصورة على الكبرى ولا الكبرى على الصورة. فالحاصل أنك لا تجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى أو خالة أخرى، ولو كانت عمة بعيدة رفيعة أو خالة، هو لازم تكون عمة قريبة ولو عمة رفيعة، فلا تجمع بين امرأة وبين عمة أبيها أو عمة أمها أو عمة جدها أو عمة جدتها، وكذلك بين امرأة وخالتها أو خالة أمها أو خالة أبيها وخالة جدتها، فإن خالة أبي خالة لك، خالة المرأة وخالة أبيها وخالة أمها خالة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجامل المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما نهى الله بكتابه العظيم أن يجامل بين الأختين. أما الجامل بين ابنتي العم وابنتي الخال وابنتي الخالة وابنتي العمة فلا حركة في ذلك.